كالة بمكالة، دين بدين، متأخر بمتأخر، لا أبدا. البيع، البيع والشراء يتم بالكلام، بعتك اشتريت، طيب هذا تم البيع، وإن أخر الثمن وإن أخر تسليم المبيع هذا جائز لا شيء فيه أبدا. وإنما بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين أول شيء الحديث فيه ضعف، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كالئ بكالئ، حديث فيه ضعف لا يثبت أولا. الأمر الثاني بيع الدين المنهي عنه هو أن يشتري إنسان دينا بأقل من ثمن، بأقل من ثمنه، هذا هو الممنوع. يعني لو كان زيد يطالب عمرا، يطلب من عمر مثلا 1000 دينار، فيأتيه خالد مثلا، يأتي لزيد يقول له هل ستحصل 1000 من عمر؟ فيقول مثلا قد أحصل وقد لا أحصل. قال ما رأيك أن أعطيك 800 دينار الآن نقدا وأنا أصبر على 1000 وتستلم 800 الآن، أحسن من 1000 يمكن يجي ويمكن ما يجي. هذا هو شراء الدين المحرم، وهو ربا، هذا لا يجوز، محرم. أما الصورة التي ذكرتها لا، ما فيها بأس أبدا.